تم افتتاح 9 كبسولات عمليات قرب على اعلى مستوى بتكنولوجيا المانيه عاليه الجوده، كمان 15 سرير انام ومركزه واحده انام ومركزه خاصه بالقلب وعمليات القلب وعمليات مراحل القلب بالاضافه لوحده التعقيم المجهودي. سيادته كمان وضع حجر اساس لمبنى العيادات الخارجيه في 80 عياده متخصصه لكشف على حديده في تقليم القناه وسينام ومحطات المجاوره، بالاضافه الى حجر اساس لمبنى طب وجراحه الاطفال. طب وجراحه الاطفال مش موجود في الصحيح بالكامل، وبالتالي فهي مستشفى متخصص هتضيف خدمات تخصصيه جديده وعاليه الجوده، لان انت عارف دلوقتي معظم البوبليشن وتعداد السكان بتاع مصر في جزء كبير جدا جدا منه من الاطفال وبعد الامراض المنتشره، فالحقيقه الدنيا افضل بالنسبه لهم كتير قوي لما يبقى عندنا مستشفى متخصصه للطب وجراحات. نوعيت ان شاء الله انه تكون ان شاء الله اضافه للمنظومه الصحيه. اللي احنا عندنا مبنى عيادات خارجيه بحوالي 200 مليون جنيه، مبنى جراحه الطب وجراحه الاطفال التعليم المبدئي هيبقى فيه فوق 300 مليون جنيه تقريبا، لكن هو لسه فيه فتره التقييم المبدئي. عندنا تاهيل مستشفيات الداخل بتاع مستشفيات فوق 300 مليون جنيه، العمليات الكبرى والكبسولات والتعقيم فوق 200 مليون جنيه، يعني معديين تقريبا مليار ونص. كلمنا يا فندم عن جوله معالي الوزير النهارده وتفقده لعدد من المنشات الصحيه وافتتاحه لعدد من المنشات. اهلا بيكم، احنا النهارده شرفنا باستضافه معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحه والسكان الاستاذ الدكتور خالد ابو عطاء للجامع لافتتاح بعض المشاريع الكبرى الخاصه بالكبسولات والعمليات الكبرى والعنايه المركزه، اضافه كويسه قوي لاهلنا في اقليم القناه وسيناء، يستحقوا منا اكثر من ذلك ان شاء الله. كمان اضافه كتيبه كبيره قوي للمنطقه اللي هو مستشفى طب وجراحه الاطفال ومبنى العيادات الخارجيه اللي احنا نوعدهم بتوفير عيادات متخصصه فوق 80 عياده متخصصه داخل هذا المبنى. مع الوزير النهارده مع الوزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحه يعني اشار الى السيد الدكتور احمد السكري رئيس هيئه التامين الصحي الشامل بان المنظومه هتدخل مستشفى جامعه قناه السويس. عايزين حضرتك تشرح لنا بقى يعني مدى استفاده المترددين على مستشفيات جامعه قناه السويس والاستفاده اللي هتستفيدها الجامعه من كده. طيب هو الهدف الرئيسي لكل المنشات التعليميه، على فكره جامعه قناه السويس هي اول مستشفى تعليمي على مستوى الجمهوريه تدخل مرحله التاهيل والتطوير عشان استعدادا للانضمام لمنظومه التامين الصحي الشامل. التامين الصحي الشامل حضرتك بتقدم خدمه صحيه متميزه وتقريبا شبه تحكمت في جزء كبير جدا من تقديم الخدمات الصحيه. اذا المستشفيات اللي عايزه تقدم خدمه صحيه متميزه وتخش جوه المنظومه لابد ان توافق الاشتراطات المطلوبه من الهيئه القوميه للرقابه على الصحيه، فاحنا شغالين في من ناحيه التسجيل، الاكواد الصحيه، المساحات، نوعيه الخدمه اللي بتقدمها وجوده الخدمه كمان، فاحنا الحمد لله احنا شغالين عليها كويس قوي، ماشيين في خطوات الحمد لله كبيره جدا في تطوير المستشفيات تمهيدا للانضمام للمنظومه. ان شاء الله نوعدكم ان خلال فتره بسيطه ننتهي من الدخل بتاع المستشفى الجامعه وتمهيدا للانضمام للمنظومه الصحيه التامين الصحي الشامل. شكرا شكرا.